غنربحوا ان شاء الله. عندنا فريق مجهده، عندنا لاعبين عاد جاوا جداد وصغار، كاين اخو ماش، كاين بنت صغير، كاين صحراوي عاد جديد. دابا هاد اللاعبين مازال ما وراوش شنو عندهم، وان شاء الله نتمنوا باش يديروا شي ماتش واعر شي باش نربحوا ان شاء الله. لا انا جيت من فرنسا وجيت باش نحضر الماتش هاد السبت ان شاء الله. مزيان لقش كانوا كيلعبوا دائما في دار بيضاء، مره في مراكش، جاوا شويه في اكادير، ولكن في الاول كانت اكادير عامره وشويه بشويه خت خوات. دابا مزيان يبدلوا يجيو في وجده باش يجيو الناس، باش الستاد يكون عامر، يكون الامبيونس مزيانه ان شاء الله. ونتمنوا باش يكون واحد الليله سعيده ان شاء الله مع المنتخب. الطوال ديال المباراه ان شاء الله تكون في متناول الفريق. عندنا فريق تبارك الله مواصفات عالميه، نقدروا ننافسوا اي فريق اخر او اي منتخب عالمي، لانه عندنا دراري تبارك الله ما شاء الله كوايريه باللغه ديالنا، تنقولوا كوايريه وحريفيه. ان شاء الله راحنا ديجا تاهلنا في هذه، تتبقى مباريات للكشف عن مواهب اخرى. اليوم تم الاستدعاء ديال الصحراوي، ديال الحيان، كنتمنوا نشوفوا بن صغير لانه تالي التوقف هذا ما تنشوفوش مع المنتخب الوطني الاول، وان شاء الله الفوز لينا ان شاء الله. مزراوي ما غاديش تاثر بالنسبه لي، انه تيلعب هو جناح ايمن، تيلعب في مركز ظهير ايسر. اليوم تنشوفوا ان ازناو كاين، يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي، تا هو اللي قدم مستويات عاليه، الاستدعاء ديالو جد مستحق اليوم. غياب زياش كذلك ما غاديش ياثر بالنسبه لان كاينين لاعبين شباب. حنا دابا مقبلين على تدارات قديمه، خاصنا شباب، يعني ما كاينش شي تاثر بالغيابات. كان شويه تاع جماهير تاع وجده بزاف، وكاين شويه من المدن الاخرى. فرحانين بعوده المنتخب هنا في وجده؟ فرحانين بزاف، ان شاء الله حد موفق للمنتخب المغربي. 2-1 2-1 ان شاء الله، 3-1 ان شاء الله بحب الله. المباراه نشوفها خويا ديجا عندنا الجوار اللي كافيين. الركراكي جاب 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 جوار جداد، دي جون، دي كومبيتون، دي والغياب عندنا الغياب غير زياش ودياز ابراهيم. فوالا سينو نشوفها لينا 100%. نشوفها عندنا كاع لي زيليمون باش نديو لا كوب دافريك. سي ميم با هاد الماتش نقدروا نديو لا كوب دافريك بهاد لي جوار اللي عندنا. وان شاء الله هاد الماتش نشوفو انا 3-0 حتى 4-0. فرحه كبيره فرانشمون، ني تري زورو، فرحه كبيره باش يجي المنتخب بعدا يبين لنا المنطقه ويبين لنا. ونحن فرحانين فرانشمون، رحنا فرحانين من جا المنتخب عندنا. واو ديما مغرب ان شاء الله، والله يخلي لنا المغرب ديالنا. المنتخب الوطني المغربي يواجه افريقيا الوسطى في الجوله الثالثه من تصفيات كاس الامم الافريقيه، وعينه على تحقيق النقاط الثلاث لمواصله نتائجه الايجابيه رغم عديد الغيابات التي يعاني منها. اما الجماهير هنا بمدينه وجده فهي تواقه لرؤيه العناصر الوطنيه عن قرب، كونهم يعودون هنا الى مدينه وجده للمره الثالثه بعد اللقاء الاول الذي كان سنه 1979، لقاء ودي جمعهم بفريق باستيا الفرنسي وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. أما اللقاء الثاني كان في عهد وحيد خليلوزيج سنة 2019 أمام ليبيا، كان كذلك بطابع ودي وانتهى بهدف لمثله. فكيف ستنتهي هذه المباراة الثالثة هنا بمدينة وجدة؟ هذا ما سنراه بعد نهاية هذا اللقاء.